قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، يقسم الله بالعصر، وقيل العصر هو الدهر، وقيل العصر هو وقت العصر. إن الإنسان لفي خسر، كما قلنا كل إنسان في خسر، ثم استثنى قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذكر الله تبارك وتعالى فيهم أربع صفات: آمنوا، عملوا الصالحات، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر. والتواصي بالحق هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتواصي بالصبر أي أن يصبروا على ما يصيبهم في ذات الله تبارك وتعالى. وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، كلها من الإيمان. وهذا أيضا من باب عطف الخاص على العام، أو ذكر بعض أفراد العام، لأن قوله إلا الذين آمنوا، الذين آمنوا هؤلاء هم من أعمال المؤمنين، عملوا الصالحات والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. نعم.